نبدأ مع بعض بالشخصيتين اللي قدامي. أول طاقة معناها هي طاقة برج الجوزاء، وطاقة تانية طاقة الشريك. طيب شخصيتك يا برج الجوزاء من النوع اللي هو ما بياخدش قرار غير لما بيفكر فيه، ممكن يتأخر في أخذ القرار، بس القرار اللي بياخده بيبقى يعني أكتر قرار صائب ممكن ياخده. من النوع اللي يسكت يسكت يسكت، بس لما يجي يتكلم يقول حاجة حكيمة قوي. عشان كده ممكن تلاقي أغلب الناس اللي حواليه يقولوا بطل فلسفة، وبعدين يرجعوا يقولوا له ياه احنا لو كنا خدنا بكلامك ما كناش وقعنا في الغلطة اللي احنا فيها دي. شخصية الشريك اللي معاك يا برج الجوزاء من النوع النوع اللي هو ايه، بيثق قوي في العلامات، فبيحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل كل حاجة يفرح بيها ربنا، عشان هو عارف ان هو يعمل اللي عليه والباقي على ربنا. يعني هو مسلم بالقدر ده، فهو كل اللي بيعمله ان هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يعمل كل حاجة عليه ويشوف بعد كده النتائج ايه اللي هتحصل. عاطفيا انت يا برج الجوزاء محتاج ان انت تحرر نفسك من طاقة قديمة متعبة، طاقة كانت خانقاك قافلة عليك مش مخليك شايف قدامك. اما بقى الشخص اللي معاك ده بيحب فكرة ان هو يحب، او بيحب فكرة ان هو يبقى في علاقة عاطفية، بيحب فكرة ان هو يبقى في حد مسؤول منه او هو مسؤول من حد. فشايفة ان يعني الطاقتين يمكن جايين في وقت غير مناسب لبعض. انت كنت عايز تحرر نفسك من طاقة قديمة، وهو عايز يدخل في علاقة يبقى فيها كل حاجة نفسه فيها. طيب نشوف بقى الطاقة فلكيا هتأثر عليكوا ازاي. شايفة ان انتوا الاتنين عندكوا حاجة طاقة سلبية كبيرة جدا مأثرة على حياتكوا انتوا الاتنين، فالطاقة الفلكية من نقلة سنة لسنة جديدة هتأثر عليكم بأن انتوا تدوروا على الإيجابيات، تدوروا على حاجة تفرحكم، تدوروا على الحاجات السلبية دي وتصلحوها. اوكي طيب، وايه تاني؟ شايفة ان انتوا الاتنين محتاجين ان انتوا تقووا بعض، او من عزيمة بعض شوية، محتاجين حد يبقى سند عشان تقدروا ان انتوا تعملوا اللي عليكم او تعملوا التاسك اللي انتوا عايزينه. انت عايز تتحرر من طاقة قديمة، وهو عايز يتحرر من فكرة الاعتمادية الكلية على شخص معين يخليه ان هو ده بس اللي يفرحه وده بس. يعني هو بيتعلق تعلق مرضي شوية. اوكي فانت الطاقة بتاعتك مش متحملة التعلق ده، فعشان يعني تحاولوا على قد ما تقدروا تبعدوا عن المشاكل دي، حاولوا ان انتوا تتكلموا معاه، تفهموه ان الدنيا اخد وعطا. يعني انا هسند عليك شوية وانت تسند عليا شوية، احنا الاتنين هنستحمل بعض في وقت الضيقة، مش هنيجي على بعض. يعني حاولوا تفهموا ان الحياة العاطفية دي حياة مشتركة. اوكي نشوف بقى طاقة واحنا خارجين من السنة دي، من 15 ديسمبر لغاية 1 يناير. طاقة الشريك بتقول ان هو يمكن اتخان قبل كده، او بسبب علاقاته الكتير دي، او ان هو كان نفسه في علاقة زي دي من زمان، او علاقة زي ما اتكلمنا عنها في اول الفيديو. مش اخطأ في اختيار ناس كتير، بس هو كان بيأمن غصب عنه، واحد عايز حاجة معينة فبيبتدي ان هو يجرب، بس الموضوع اثر عليه هو، فهو بيعرف ان هو يتغاضى لما الناس بتأذيه، بيعرف ان هو ينسى. خلاص ده قدر وحصل، وهنشوف ايه اللي بعده. هو دي الطاقة بتاعته، فهو خارج اصلا من علاقة سيئة، فهو حاطط اعتماده كلي عليك، يعني هو مراهن على العلاقة دي. فدي 15 يوم تحدي بالنسبة له، ان هو الرهان ده يا ترى هيكسبه او لا. طيب
من ناحيتك انت من النوع اللي هو انا مش هدور على شريك غير لما الاقيه قدامي، يعني انت مش من النوع الباحث قوي، مش من النوع اللي بيدور في الشخصيات على شريك. انت عندك العلاقة العاطفية لو ما جاتش بالرضا او هي اللي جاية لك انت مش هتروح لها، بتخاف ان حد يصدك او يردك او ان هو يعني يقول لك كلمة تضايقك، انت كرامتك بتوجعك، او انت مش من النوع اللي هو ممكن يتقبل كلام حد بالرفض. طيب ايه تاني؟ من ناحية الشريك شايفة ان هو متسرع شوية، عنده قرارات كتير اوي، يمكن محتاج ان هي تهدأ شوية، محتاج ان هو يبقى مستقر اكتر، الطاقة بتاعته مهيبرة جدا الشخص ده، على قد ما هو مسلم اوي بالعلامات ومسلم اوي بالحاجات الطاقة الالهية، الا انه من النوع اللي هو عايز دلوقتي رد فعل حالا، هو ده يمكن التناقض اللي عنده. انا مآمن وان عارف ان ربنا هيراضيني، بس انا عايزه يراضيني دلوقتي. لا، ما هو لا، يعني انت تستنى الوقت اللي ربنا عايزه ويكون، فاهمني؟ دي الطاقة اللي قدامي. اما بقى الطاقة بتاعتك شايفة ان انت مغدور متضايق، الطاقة بتاعتك متألمة، كل ما اجي يعني اشوف كروت من عندك الاقيك متألم، في وجع في قلبك، في حزن، شايفة ان انت بتكتب نوتس كتير، بتحاول يعني تفرغ الطاقة والشحنة العاطفية او الشحنة السلبية اللي عندك دي، بتفرغها في ورق او في نوتة او زي ما تقول دايري. ف شايفة ان انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تخرج نفسك من الطاقة دي، بس انت موجوع، موجوع من حاجة راشقة في قلبك، حاجة كانت قاصدة قلبك بالوجع، فانت تزيد، انت محتاج تخف. وشايفة ان الطاقة الفلكية هتخليك شوية عندك قابلية ان انت تدور هتخف ازاي. اوكي، نشوف بقى بداية السنة الجديدة من 1 ل 15 يناير 2021 الطاقة بتاعتكم هتبقى عاملة ازاي. طيب العلاقة دي يا إما هي علاقة زواج يا إما علاقة رايحة ناحية الزواج، خلاص. طيب شايفة إن هي من ناحية الشريك هو ما عندوش مانع إن هو يرتبط في العلاقة دي أو يبقى فيها زواج، بالنسبة له الموضوع يلا دلوقتي. مش بقولكم الصابر شخص من كتر ما هو بيبحث عن السعادة مستعد يرمي نفسه في النار، بس الشخص ده على قد ما هو متسرع قوي كده، بس يوم ما بياخد قرار يعني انه ماشي ما بيبصش ورا تاني. طيب الطاقة بتاعتك انت من 1 ل 15 يناير 2021 الطاقة بتاعتك بتقول ان انت خلاص الحيرة اللي كانت عندك دي هتنتهي. شايفة ان انت بالنسبة لك اي علاجات مؤقتة او اي مسكنات مؤقتة مش هتنفع، هتبتدي ان انت تاخد قرارات حاسمة اللي انت كنت بتفكر فيها كتير اثناء الوجع ده. طب هتعمل ايه يا برج الجوزاء؟ شايفة ان في ناس فيكوا هتسافر، شايفة ان في ناس فيكوا هتبتدي حياة جديدة، هتبتدي شغل جديد، هتبتدي تعمل حاجة يعني تشغل نفسهم، تشغل الطاقة بتاعتهم، تحاول ان هي تبعد عن اي طاقة سلبية. شايفة ان انتوا تنجحوا بقى، وعلى فكرة انتوا هتقبلوا عرض الشخص ده، بس مش ك as a desperate person، لا، الطاقة بتاعتكو هتبقى عاملة زي واحد خلاص مقتنع ان الشخص اللي قدامه ده هيبقى قادر ان هو يعمل تغيير، او
يعني قصدي مش هتبقى كأنك متعلق بأشياء، لا انت ده هتشوف الشخص ده هيضيف لك، هيخليك تبقى هينكش الطاقة بتاعتك كده، يخليه فيها حاجة حركة أكتر. ايه تاني؟ شايفة ان الشخص هو already في بداية شهر يناير هو هيبقى واثق تماما ان انت الشخص المثالي بالنسبة له. سوري اني وقفت شوية، بس انا كنت يعني عايزة اتأكد من الموضوع اوكي، عشان يعني الكلام اللي هقوله انا قدامي الشخص ده هيفصح عن انه عايز علاقة مستقرة دائمة معاك خلال شهرين بكتير قوي. بالنسبة لك انت هتاخد العرض ده في سبيل التفكير، بس مش هيقلب لك حياتك قوي، يعني اللي هو انت كنت متوقعه. شايفة ان انت من النوع اللي هو بيتوقع الحاجة قبل ما تحصل، فعشان كده انت ما كنتش مستغرب ان الشخص ده هيبقى عايز ان هو يرتبط بيك رسمي. اوكي، الطاقة بتاعتكم في بداية السنة الجديدة فيها توقعات زواج كتير، أو فيها توقعات ارتباطات، فإن شاء الله خير، و يعني مبروك لكل، وأتمنى لكم الخير، ولو نصيبكم مجيش في أول السنة يبقى النصيب هيجي بس في الميعاد اللي ربنا عايزه. بلاش بلاش تقبلوا بأي حاجة غير لما تبقوا مقتنعين.